من منا لا يغضب؟ مفيش، كلنا بيجي لنا لحظات كده خلاص الواحد وشه بيحمر، وبتبقى لحظة غضب صعبة للغاية على كلنا، كل مفيش حد ما بتمرش عليه لحظة الغضب. لكن المختلف ان بالمناسبة الغضب ده امر صحي، يعني الانسان يغضب ده يبقى انسان طبيعي مفيش اي مشكلة، لكن اللي بيختلف من حد لحد هو التعامل مع الغضب. فكرة انك تتكلم او تسكت مع الغضب، تتصرف ازاي اول ما تغضب. طبعا احنا يعني من المفترض ان احنا نلتزم بيه نصايح النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لو كنت قاعد تقوم، لو كنت واقف ممكن تمشي، ممكن تسيب المكان اللي انت موجود فيه، لكن برضو الظروف بتبقى احيانا صعبة ان انت تتحكم في الغضب، او صعب ان انت تسيب المكان اللي انت موجود فيه. ففكرة ان الواحد يغضب ده امر طبيعي، لكن انت تتكلم او تسكت لحظة الغضب ده اللي بيتحدد عليه بعد كده عوامل كتيرة جدا، ممكن مشاكل صحية، مشاكل اجتماعية، حاجات كتيرة ممكن تندم عليها. سؤالنا النهاردة بيقول ايه الحاجة اللي انت عملتها في لحظة غضب وندمت عليها؟ ايه هي منها؟ والله يا شاذلي الواحد بيحاول قد ما يقدر وقت ما يبقى غضبان يتمالك نفسه جدا، حاول جدا وانا غضبانة ان انا اقفل بقي شوية وما اتكلمش، لان الكلمه لو طلعت انا مش هعرف ارجعها تاني. مظبوط. بحاول جد، في مثل فرنساوي كده كنا خدناه واحنا صغيرين كان بيقول انك لازم ترد تدور لسانك في بقك 7 مرات قبل ما تتكلم وقت الغضب. ليه؟ تاخد وقتك وتفكر، اكيد محدش هيدور لسانه، لكن لو دورت الكلمه 7 مرات او يعني فتره من الوقت جوه دماغك اكيد هتبقى تفكر انها يعني هتطلع بشكل تاني وهتطلع بشكل افضل. ساعات الواحد بيبقى غضبان جدا من الموقف وهو الموقف لا يستدعي خالص انك تبقى غضبان. صحيح. ساعات رد الفعل لما بتقلب الموضوع في دماغك كده تقول ده انا كان ممكن اقول كذا كذا انا جدوي، يعني بشكل كويس مش كان ممكن اعد واقول حاجات، يعني سواء كده او كده فكره ان انت يعني تستنى تصبر. عارف برضو كان في حديث لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان بيقول ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، فبالسرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فكرة ان انت تتحكم في نفسك وانت غضبان دي برضو مش سهلة طبعا، فكل واحد بقى عمل حاجة وندم عليها خلاص اللي حصل حصل مجراش حاجة، رادوا بعض وطيبوا خاطر بعض. لكن كل ما تقدر تملك نفسك أكتر وأكتر، كل ما تقدر تغير من رد فعلك العنيف لو أنت غضبان، ده هيبقى أفضل وأفضل أعتقد. مظبوط كلامك يا منى. طبعا مقتنع، لازم فعلا الانسان يصبر شويه. ويمكن انا من الناس العصبيه يعني، بس بقالي فتره كده بحاول ان انا لما يحصل موقف ان انا استنى شويه، يعني مش كل مره بتحصل بس اوقات كتيره بقيت استنى شويه استنى شويه استنى، فلاقي نفسي فعلا ممكن الموقف يعدي، ممكن الشخص اللي انا زعلت منه او اللي حصل معاه الموقف بتاع الغضب ده الاقيه بيكلمني بعد شويه يوضح لي، فيعني كنت ممكن انا اتهور واتعصب في الكلام وارد عليه رد مش كويس فسكت استنيت شويه فهو كلمني بعدها وضح لي وجهه نظره والامور عدت بسلام. فاعتقد فعلا مطلوب مننا وقت الغضب ان احنا نمسك نفسنا شويه ما نتكلمش قد ما نقدر. عشان برضو ايه الناس تقولش ازاي ده احنا مبقاش طبعاً قادرين، احنا قد ما نقدر نحاول نعمل كده مش كده؟ مظبوط كلامك كمان. وده سؤال حلقتنا موجود على صفحاتنا على السوشيال ميديا، ايه هي الحاجه اللي انت عملتها وقت الغضب وندمت عليها؟ في انتظار اجاباتكم وتعليقاتكم عشان نعرضها مع حضراتكم ان شاء الله خلال حلقه النهارده. بنصبح على حضراتكم مره تانية، اهلا بيكم وحلقه جديده من صباح الخير يا مصر.